كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. كيف حاله؟ الحمد لله هو بخير. هل هو بخير؟ أظن نعم هو بخير. اسأله. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. نعم. أين صليت الصبح آنفا؟ صليت الصبح في المسجد. في المسجد؟ نعم. أين صلى وحيدي الصبح آنفا؟ صلى في المسجد. في المسجد. هل هو صلى في المسجد؟ نعم. وصلى في المسجد. وأنت هل صليت في المسجد الصبح؟ نعم. صليت في المسجد. ماذا قرأ الإمام آنفا في صلاة الصبح؟ في الركعة الأولى ماذا قرأ الإمام من السورة بعد الفاتحة؟ ناصر. ماذا تفكرت آنفا في الصلاة؟ قصير الزواج. وكيف ذهبت إلى المسجد؟ كيف ذهبت إلى المسجد للصلاة؟ لصلاة الصبح؟ هل ذهبت بدراجة؟ أو ماشيان؟ مع من ذهبت إلى المسجد لصلاة الصبح آنفا؟ مع من؟ وحدك؟ وحدي. أنت وحدك؟ أنا وحدي. نعم. هل هو ذهب إلى المسجد وحده؟ نعم وحده. نعم. وأنت؟ أنا وحدي. وحدك؟ نعم. ليس مع الجار. لا. ففي الشارع عندما مشيت بالشارع عندما أثناء المشي في الطريق هل التقيت مثلا بالزملاء؟ ما التقيت بأحد؟ نعم. في الطريق؟ نعم. أثناء الطريق؟ نعم. هل ذهبت إلى المسجد قبل الأذان؟ أم بعد الأذان؟ أم عند الأذان؟ عند الأذان. نعم. وأنت هل ذهبت إلى المسجد قبل الأذان أم بعد الأذان؟ أو عند الأذان؟ بعد الأذان. بعد الأذان ثم ذهبت إلى المسجد. نعم. هل عندك سيارة؟ لا ما عندي سيارة. ما عندك سيارة؟ نعم ما عندي سيارة. وأنت هل عندك سيارة؟ هل عندك سيارة؟ لا. في البيت ما عندك سيارة؟ هل عنده سيارة؟ ما عنده. هل عنده دراجة نارية؟ دراجة نارية نعم عنده. كم دراجة له؟ أظن واحدة. واحدة؟ نعم. هل عندك دراجة هوائية؟ دراجة هوائية سبيدا؟ نعم. عندك؟ عندك. كم؟ واحدة. واحدة فقط؟ واحد. نعم. هل الدراجة صغيرة أم كبيرة؟ صغيرة أم كبيرة؟ كبيرة. دراجة كبيرة. وأنت هل عندك دراجة هوائية؟ ما عندي. ما عندك؟ نعم. زوجتك أيضا ما عندك؟ نعم سواء ما عندي. لكن هل هي عندها دراجة نارية؟ دراجة نارية نعم عندها. هي تستطيع أن تركب؟ تستطيع؟ نعم تركب دراجة. نعم تستطيع. تستطيع. نعم. هل زوجتك تستطيع أن تركب دراجة نارية؟ زوجتك تستطيع؟ نعم أم لا؟ لا. لا تستطيع. ماذا أكلت آنفا في الصباح؟ أكلت تمر. تمر. بعد التمر أكلت أرز وسمك. متى؟ في الساعة. في الساعة الرابعة. الساعة الرابعة. نعم. قبل الصبح. نعم قبل الصبح. وأنت ماذا أكلت آنفا في الصباح؟ أكلت
خضروات رز مقلي نسي goreng نسي رز مقلي نعم هل تحب الرز مقلي نعم أحبه نعم بل وتأكله تأكله دائما كل يوم لا لا أحيانا نعم وأنت هل تأكل nasi goreng kulayong ahyanan kulayong kalau yang wahid isnan salasa yang isnain yang salasa yang kulayong tak harus makli ma'aman akal tak anifan yusobah ma'aman entah wahid ma'aman ma'a zawja ma'al bint أو مع الأب مع الأم مع الزملاء مع من؟ مع زوجة زوجة و بنت بنت وأنت؟ مع من؟ مع زوجة نعم وهي أيضا أكلت قبل الصبح إلى نعم قبل الصبح نعم هي صائمة؟ نعم إن شاء الله وأنت أيضا؟ نعم صائم وهي صائمة معك نعم. هذا اليوم أي صوم تصوم هذا اليوم أي صوم أنا صوم ما اسم الصوم صوم شوال صوم شوال نعم وأما ستة من شوال نعم أما زوجتي صوم القضاء قضاء نعم نعم عادة أين تصلي الظهر عادة؟ أنا في مسجد الإخلاص. في مسجد الإخلاص. وأنت أين تصلي الظهر؟ أين؟ في مسجد الإخلاص. في مسجد الإخلاص أيضا. نعم. وعادة هل الجماعة كثيرة في صلاة الصبح؟ كثيرة. في المسجد. كثيرة. نعم كثيرة. تقريبا كم صفا؟ أربعة صفوف. أربعة صفوف تقريبا نعم. كل يوم. كل يوم. هل تعرف من يكون إماما؟ أعرف. في صلاة يعني الظهر اسمه من؟ في مسجد الإخلاص. مسجد الإخلاص في صلاة الظهر. من يكون إماما؟ شيخ عمر سنوسي. شيخ عمر. نعم. أين تصلي المغرب عادة؟ أين تصلي المغرب؟ في البيت أم في المسجد؟ في البيت أم في المسجد؟ في المسجد. في المسجد. ليس في طارق. وأنت؟ في المسجد. في المسجد. نعم. في أي المسجد؟ اسم المسجد؟ أمسي أنا صليت في البيت. في البيت. لأن مطر. نزل المطر. نعم. أو المطر نزل كثيرا. أو وزيرا. نعم شكرا.